الرئيس السيسي يستمع إلى أفكار الشباب العربي والإفريقي حول تعزيز التكامل. مدبولي يعرب عن التطلع لتوسيع التعاون في مجالات الحكومة الإلكترونية مع روسيا. تعزيزات أمنية بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل بعد بلاغ عن وجود قنبلة. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت غرينتش، جولة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي حوارا تفاعليا مع عدد من الشباب العربي والإفريقي في معبد فيلا رمز السلام والمحبة. قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الرئيس استمع إلى الآراء والأفكار المبتكرة بشأن آفاق تعزيز التكامل العربي الإفريقي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. من على صفحة النيل الذي يمثل الرابطة الأبدية بين مصر وإفريقيا، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يبدأ جولته صباح اليوم إلى معبد فيلا. بصحبة مجموعة من الشباب العربي والإفريقي في مشهد ربما لا يذكر التاريخ الحديث مثيله إلا فيما نضر. فهؤلاء هم شباب القارة السمراء يلتفون حول رئيس أم الدنيا ويتجولون معا وسط شواهد مصرية حضارية عمرها أكثر من 7000 عام. أثناء جولته بمعبد فيلا ومتابعته لما تحمله جدرانه من أسرار، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجموعة من السياح الذين كانوا يزورون المعبد وحرصوا على مصافحة الرئيس. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا على أن يكلل فرحة الشباب العربي والإفريقي بنجاح فعاليات ملتقاهم، ملتقى الشباب العربي الإفريقي الذي أقيم برعاية الرئيس على أرض أسوان، بإفطار جمع سيادته وكل الشباب المشارك في الملتقى وسط أجواء غلب عليها الود والفرح. قاعدة الحوار مع الشباب التي أقرها الرئيس السيسي منذ بدأ مبادرته، مبادرة مؤتمرات الشباب التي أفرزت ملتقى الشباب العربي والإفريقي، حرص الرئيس على التمسك بها حتى اللحظة الأخيرة في الملتقى، فلم يشأ أن يختم جولته قبل أن يستمع لآراء الشباب العربي والإفريقية والتي عكست بوضوح إلى أي مدى وجد هذا الشباب على أرض مصر وعلى أرض أسوان فرصة كي يعبر من خلالها عن آرائه ويفرز كل طاقته، لا سيما إذا كان هذا التعبير تحت رعاية رئيس أم الدنيا. عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الصالون السياسي الأول على هامش ملتقى الشباب العربي والإفريقي الذي استضافته أسوان. ناقش الصالون الدور المصري على الصعيدين العربي والإفريقي وقضايا التكامل بين الجانبين. التنسيقية كمنصة للحوار بتطلق صالونها السياسي الأول من أجل تعزيز وسيلة الحوار كاتجاه مباشر لحل النزاعات والمشكلات بين الأطراف سواء الشباب أو على مستوى الشعوب. يمكن النهاردة ده الصالون الأول لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على هامش ملتقى الشباب العربي والإفريقي. الغرض منه هو مناقشة الدور المصري في البعد العربي والبعد الإفريقي. هنناقش الكثير من العناصر المتعلقة بماذا تعاونت مصر
مع بعدها العربي وكيف تفاعلت مع بعدها الإفريقي لتحقيق الكثير من المكتسبات على مدار المرحلة المقبلة. ما هي التحديات التي ما زالت تواجه مصر باعتبارها في قلب العروبة وفي قلب إفريقيا؟ كيف نجد حلولا وتوصياتا يستطيع أن نطرحها كشباب للأحزاب والسياسيين على صناع القرار فيما يتعلق بالتحديات التي نجابها على مستوى الأمن القومي، على مستوى مكافحة الإرهاب، على مستوى الاقتصادي والتكامل الاقتصادي؟ هذا الصالون نستطيع من خلاله أن نتناقش ونتحاور ونخرج بمزيد من الرؤى ومزيد من التوصيات. النهاردة نشهد انطلاق أولى فعاليات الصالون السياسي الأول لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وده بيجي في إطار خطة التنسيقية إنها تبتدي تخرج للناس، تبتدي تطرح أطروحاتها وتناقش مواضيع بتمس السياسة المصرية أو بتمس الشارع السياسي وتهم المواطن. كدورنا كشباب في الأحزاب وسياسيين في نفس الوقت علشان نبتدي نعمل حركة من التنمية السياسية في الشارع المصري. المواضيع النهاردة بتمثل استنباطا من ملتقى الشباب العربي الإفريقي اللي في أسوان، برضو الملتقى النهاردة بعنوان دور مصر الريادي تجاه أفريقيا والوطن العربي، وهيناقش بعض المواضيع الهامة اللي تخص هذا الموضوع. الورشة الخاصة النهاردة بتنسيقية شباب الأحزاب السياسيين تأتي في إطار دعوة السيد الرئيس من خلال المؤتمر اللي أقيم في محافظة أسوان بضرورة تحقيق التكامل العربي وأفريقي. أنا أعتقد تماما أن الدعوة دي دعوة كانت مطلوبة بشكل قوي، لأنه لابد من وجود محاور للتكامل بين الإقليمين، خاصة في ظل سيطرة النظم المالية نظم الرأس المالية العالمية على المنطقة الأفريقية بشكل واضح. طبعا سيطرة نظم رأس مالية كانت تحقق مصالحها دون النظر لمصلحة الشعوب الأفريقية والشعوب العربية. فالنهاردة استكمالا لما بدأ السيد الرئيس من دعوة لتحقيق التكامل، النهاردة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتعرض رؤيتها النهاردة في إيجاد أطر للتكامل بين البعدين العربي والأفريقي. نتمنى من الله عز وجل أن نجيد الطرح ونستطيع تقديم رؤى حقيقية تقدم بالفعل وتكون مفيدة في إطار التكامل العربي الأفريقي. من ضمن الحاجات اللي اتناقشنا فيها النهاردة كانت خاصة بإيه هي المعوقات اللي بتواجه الدول الأفريقية أعضاء الاتحاد الأفريقي، كان من أهمها الاستقرار السياسي وكان من أهمها التنمية والتنمية داخل القارة الأفريقية، وكان من ضمن الحاجات اللي احنا ركزنا عليها برضو فكرة الصحة العامة والنمو السكاني، واتكلمنا عن التكامل الاقتصادي ما بين الدول الأفريقية أعضاء الاتحاد الأفريقي، واتكلمنا عن رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بان هي اعلنت ان اجندتها 2023 للتنميه المستدامه هتتضمن بعض الفعاليات او بعض البرامج اللي هيتم مشاركتها مع القاره الافريقيه ضمن اجنده 2063. شهد ملتقى الشباب العربي والافريقي في اسوان مشاركه شبابيه واسعه ل 1500 شاب وفتاه من المنطقتين العربيه والافريقيه. يعد الملتقى احدى توصيات منتدى شباب العالم الذي عقد العام الماضي في شرم الشيخ. على مدى 3 أيام هنا في أسوان يشارك الشباب العربي والأفريقي في منصة شبابية واحدة، مشتركات وقواسم كبيرة جعلت هؤلاء الشباب الذين أتوا من الدول العربية ودول القارة الأفريقية ليتشاركوا التحديات والأفكار والمخرجات من خلال العديد من الفعاليات التي شهدها منتدى الشباب العربي والأفريقي، والتي تضمنت جلسات وورش عمل كلها تصب في توحيد الرؤى نحو مستقبل أفضل. هذا الملتقى هام، حيث أنه يمنح فرصة للشباب الإفريقي والعربي حتى يتعاونوا ويحققوا طموحاتهم. بحكم عملي كرئيسة منظمة الشباب الإفريقي لمكافحة الفساد والشفافية، أشارك في هذا الملتقى لكي أساعد الشباب على معرفة كيفية مواجهة الفساد وكيفية تعليم الغير أن يقفوا ضد أي فساد، ولهذا أنا هنا في أسوان. المشاركون في المؤتمر أثنوا على فكرة جمع الشباب العربي والأفريقي في مدينة أسوان، مؤكدين أن تواصل هؤلاء الشباب كان إيجابياً لتبادل الرؤى وحل المعوقات التي تواجههم. أعتقد أن جمع الشباب العربي والأفريقي في مصر هو شيء هام، فنحن نتشارك المشكلات نفسها، ومن هذا المنطلق فإنه من السهل أن نتحدث مع بعضنا البعض وأن نتواصل سويا لحل هذه المعوقات التي تواجهنا.
سواء في القارة الأفريقية أو المنطقة العربية. نتعاون لحل مشكلاتنا هو أمر عظيم. ملتقى الشباب العربي والأفريقي اهتم في نسخته الأولى بريادة الأعمال والتي ترتبط بإنشاء الشباب، المشاريع الخاصة بهم واختيار أفكار غير نمطية، كما تضمنت أيضا الجلسات قضايا البحث العلمي والابتكار. أنا متحمسة للغاية لأنني هنا في أسوان. المشاركة في ملتقى الشباب العربي والإفريقي كانت بالنسبة لي فرصة جيدة لتبادل الأفكار والحصول على المهارات ومشاركتها مع الشباب بدول العربية والإفريقية من أجل تطوير مجتمعاتنا، فهو هام للغاية لأن تواجدنا هنا هو فرصة أكبر وأن نلتقي بالقادة ونتعلم أفكارا جديدة من أجل مستقبلنا. هذا الملتقى هو واحد من توصيات منتدى شباب العالم العام الماضي بمدينة شرم الشيخ، من مدينة السلام إلى عروس النيل خلقت منصة شبابية جديدة تعلو فيها أصوات الشباب وتصل إلى العالم. ترأس وزير الخارجية سامح شكري وفدا بأعمال الدورة 14 للجنة المصرية العمانية المشتركة في العاصمة العمانية مسقط. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن أعمال اللجنة شهدت التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومن مذكرات التفاهم والتشاور تجاه القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على الدفع بمسار العلاقات الثنائية مع سلطنة عمان قدما في كافة المجالات. جاء ذلك خلال اللقاء أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، حيث استعرض شكري معه أبرز التطورات الاقتصادية وما حققته مصر من نتائج إيجابية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، مبرزا أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين. كما تطرق اللقاء إلى تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها آخر تطورات القضية الفلسطينية. شدد وزير الخارجية سامح شكري على تاريخية وعمق العلاقات المصرية العمانية وعلى حرص مصر على تطوير ودفع تلك العلاقات لآفاق أرحب. جاء ذلك خلال جلسة مباحثة ثنائية عقدها شكري مع وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي، والتي تضمنت بحث سبل إنجاح الدورة الحالية من اللجنة المصرية العمانية المشتركة وخروج اللجنة بنتائج تسهم في الارتقاء بمستويات التعاون الحالية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأكد ابن علوي تطلع مسقط لاستمرار التعاون والتنسيق مع مصر لما فيه مصلحة الشعبين. أكدت وزيرة الاستثمار سحر نصر حرص مصر على تعزيز العلاقات الاستثمارية مع عمان في ظل تحسن مناخ الاستثمار وتوفير ما يحتاجه المستثمر المحلي والأجنبي. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بالرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي بسلطنة عمان عبد السلام المرشدي على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية العمانية، والذي أكد رغبة بلاده في زيادة استثماراتها داخل مصر خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والسياحة والأدوية. تمثل العلاقات المصرية العمانية محور ارتكاز أهم على الساحة السياسية العربية، وتعكس قدرا غير مسبوق من التفاهم ومن التنسيق السياسي المشترك والتعاون إزاء مختلف القضايا.
أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلع مصر لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الاتصالات المصرية والروسية، وكذلك توسيع التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. جاء ذلك خلال استقباله لوزير التنمية الرقمية والاتصالات الروسي. وأشار مدبولي إلى أن مصر تخطو خطوات هامة ومتسارعة في مجال الحكومة الإلكترونية وميكنة الخدمات. من جانبه أكد وزير الاتصالات الروسي ترحيب بلاده بالتعاون مع مصر في مجال تكنولوجيا الاتصالات وأمن شبكات المعلومات، بالإضافة إلى الحكومة الإلكترونية والمدن الذكية. أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت الجهود التي تبذلها الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في إطار تهيئة البيئة التشريعية والمناخ الداعم لجذب الاستثمارات. جاء ذلك خلال استقباله وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الروسي على رأس وفد رفيع المستوى يتضمن مسؤولين حكوميين وممثلين لعشرين شركة روسية خاصة. وأشار طلعت إلى مزايا الاستثمار داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وإلى أهمية تعزيز التعاون المشترك مع روسيا في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السبراني. من جانبه أعرب الوزير الروسي عن رغبة شركات بلاده في الوجود في السوق المصرية والاستثمار داخل مصر. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة اتخاذ خطوات فورية لبدء تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج مليون مواطن إفريقي من فيروس سي، بالإضافة إلى علاج ضيوف مصر من اللاجئين. جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والتي أكدت أنه يتم التواصل مع سفارات وقنصليات الدول التي ينتمي إليها اللاجئون، وهذا لإبلاغهم بالمستشفيات التي سيتم الفحص بها. أشارت الوزيرة إلى التقدم في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، حيث أكدت ارتفاع عدد العمليات من 12 ألف حالة في الشهر لتصل إلى 11600 حالة خلال 11 يوما فقط. كما أشارت إلى وجود مخزون من ألبان الأطفال يصل إلى 6 ملايين من علب لبن الأطفال تغطي احتياجات 4 أشهر قادمة. ونعود مرة أخرى إلى لقاء رئيس وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت الذي تم مع الجانب الروسي لتفعيل مذكرات تفاهم والتوقيع عليها بين وزارتي الاتصالات المصرية والروسية، ولتوسيع التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي حين استقباله لوزير التنمية الرقمية والاتصالات الروسي. هذا اللقاء الذي تم أيضا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأعرب فيه عن تطلع مصر للمزيد من التعاون، وأشار فيه مدبولي إلى أن مصر تخطو خطوات هامة ومتسارعة في مجال الحكومة الإلكترونية وميكنة الخدمات. للمزيد ينضم إلينا الآن مراسل إكسترا نيوز أحمد رجب ليطلعنا على المزيد حول تفاصيل هذا اللقاء. إليك أحمد.
لك تحياتي ريهام وللسادة المشاهدين. كما ذكرت كان هناك لقاء فيما بين رئيس الوزراء وأيضا وزير الاتصالات والإعلام الروسي عندما حضر إلى مصر، وهذا اللقاء الآن فيما بين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري وبين أيضا وزير الاتصالات والإعلام الروسي، حيث أكد وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت وقال أن هناك توجيه من رئاسة الوزراء ومن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لدعم الشراكة فيما بين الوزارتين الوزارة المصرية والوزارة الروسية. وقال الدكتور عمرو طلعت أن سبل التعاون هي الذكاء الصناعي والأمن السيبراني وعلوم البيانات، وقال أنه يتطلع للاستفادة من الخبرات الروسية وأنه أيضا يعرض التجربة المصرية على الجانب الروسي. وكان هناك لقاء فيما بين الشركات المصرية العاملة في مجال الاتصالات وأيضا الشركات الروسية التي قد رافقت الوفد الروسي الرسمي من روسيا، وهي عددها 20 شركة، أو كما قال وزير الاتصالات والإعلام الروسي أكثر من 15 شركة متواجدة معه للبحث مع نظيراتها المصرية لسبل التعاون والدعم فيما بينهم، وأنهم مستعدون للاستثمار والعمل في الداخل المصري في مجال الاتصالات. وقال أيضا الوزير الروسي أن مصر كدولة ترأس الاتحاد الإفريقي في هذه الفترة ستكون شريكا مهما، وقد أشاد أيضا بالعلاقات المصرية الروسية. قال أيضا الوزير المصري الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم الحديث فيما بينهم عن الحكومة الرقمية، عن الكارت الموحد، عن التأمين الصحي، وعن غيرها من المشروعات، مشروعات التحول الرقمي في جمهورية مصر العربية. وأكد أن هناك اتفاق فيما بينهما أنه سيكون هناك زيارة من الجانب المصري إلى موسكو خلال هذا العام للتعرف والوقوف على قصص النجاح والمشاريع الموفقة التي تمت في روسيا والتي ساعدت في رفع معدلات التنمية والنمو في روسيا وخدمة المواطنين من خلال الخدمات الرقمية. يعني الآن في هذه اللحظة التي أتحدث معك فيها ريهام، قام الوزير الروسي بعمل جولة في القرية الذكية. شكرا جزيلا لك وعودة إليك مرة أخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا لك أحمد رجب على هذه المتابعة وعلى هذه المعلومات، شكرا لك. أكدت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد أن المبادرات الصحية التي تطلقها الوزارة لطلبة المدارس تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للاهتمام بصحة الأطفال والارتقاء بها. جاء ذلك خلال إطلاق المرحلة الثانية من الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية من مدرسة قصر العين الابتدائية الرسمية للغات، والتي تستمر حتى 28 من مارس الحالي في 11 محافظة، وتستهدف تطعيم 4,073,000 طالبا وطالبة. وأشارت الوزيرة إلى أنه بجانب هذه الحملة تستمر حملة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم. المرحلة الأولى كانت الشهر اللي فات من يوم 12 ل 21 فبراير، واستهدفت 16 محافظة بإجمالي 8,400,000 طالب مدرسة ابتدائي، وإحنا المرحلة الثانية مستهدفين حوالي 4,000,000 طالب ابتدائي بإجمالي كده حوالي 12,500,000 تلميذ من سن 6 ل 12 سنة ضد الديدان المعوية، خاصة الإسكارس والديدان الدبوسية. واحنا بنقول ان ده الديدان ديت لها اثر، بتاثر، بتعمل انيميا وبتعمل سوء هضم، وبتخلي الاطفال نتيجه الانيميا ما يبقاش عندهم تركيز كويس، الصحه العامه بتكون متاثره. احنا ده دور وزاره الصحه ان احنا بنعمل الحمله ديت علشان نوعي الاطفال والاسر. احنا مستهدفين في محافظه القاهره 1,200,000 طالب على مستوى المرحلة الابتدائية في محافظة القاهرة فترة من 19 3 28 3 طبعا يعني وزارة الصحة ده استكمال للمبادرات اللي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، وهي الحفاظ على الصحة العامة للمواطن المصري بدءا من الطفل في
المرحلة الابتدائية وحتى الثانوي ومختلف جميع الأعمار زي ما شفنا جميع الفترات السابقة. الميبندازول دواء وقائي للقضاء على الدهون المعوية. احنا اعتقد احنا وصل مصر في شهر اكتوبر السنة اللي فاتت وابتدى يعملوا الإجراءات الإفراج وإجراءات التوزيع على المدارس. تم تدريب الزملاء في وزارة الصحة وفي التربية والتعليم عشان حملة تجريع لأطفال المدارس، وتم تصميم بوسترات. أهم حاجة في الحملة هي حملة وقائية بالمقام الأول، أن الأطفال لو في عندهم دود القرص دوت بيقضي عليه، في نفس الوقت توعية الأطفال عشان ما يجيلهمش دود مرحلة في المرة تانية. أقصد ضوافر النظافة الشخصية، نظافة غسيل الأيدي، الخضار يبقى مغسول. فهي الفكرة أن هي المرحلة تشمل حاجتين، توزيع الجرعات الوقائية بالإضافة إلى توعية الأطفال للحفاظ على نفسه. الدواء اللي احنا بنديه ده أو الميترويندازول ده قرص واحد بيبقى سهل جدا بالنسبة للمضغ أو البلع بشوية مية، وده تقريبا بيقضي عليه. احنا بدينا الحملات ديت من 2015، السنة دي تقريبا دي السنة الرابعة أو الخامسة، 2015 لغاية دلوقتي لم يحدث أي آثار جانبية ولم يحدث أي شيء بالنسبة للدواء اللي احنا بنديه ده. انطلقت بمحافظة البحر الأحمر الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بين تلاميذ المرحلة الابتدائية على مستوى مدن المحافظة بمشاركة 87 فريقا. تهدف الحملة إلى القضاء على الديدان المعوية بين تلاميذ المدارس وإلى توعيتهم بطرق تجنب الإصابة بها. احنا النهاردة بدأنا اول ايام الحملة القومية للتطعيم ضد الديدان والطفليات بالمحافظة ومدينة الغردقة. المستهدف بتاعنا جميع طلاب او تلاميذ المرحلة الابتدائية باجمالي 61500 تلميذ تقريبا. بنشتغل عليهم من خلال الفرق بتاعتنا المدربة من بحوالي 71 فرقة تقريبا. قمنا بحملة توعية للمدارس كلها عن طريق فريق الإعلام الصحي والسكاني بالإدارة وبمديرية الصحة بالبحر الأحمر. طبعا الديدان المعوية دي بتعمل ايه؟ بتجيب بتأسس في الأنيميا، بتاكل طعام الأطفال، بتتغذى على الغذاء اللي بياكل الطفل، فطبعا بالتالي بتأدي إلى أنيميا وليها مضر طبعا صحية كتيرة جدا، منها ممكن تأثر على الكبد لو وصلت. تاني حاجة هي طبعا أقراص سهلة المضغ، قرص واحد بيتاخد بعد الأكل. طبعا ممنوع ياخد خلال 15 يوم الأولانية ياخد أي أقراص زي الفلاجيل زي الحاجات دي، ممنوع ياخدها. انطلقت بمحافظة السويس الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بين تلاميذ المرحلة الابتدائية على مستوى المحافظة، والتي تستمر حتى 28 من الشهر الحالي. من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بالسويس لبيب محمد في تصريحات خاصة لإكسترا نيوز أنه سيتم تطعيم التلاميذ من خلال فرق مدربة بجميع الإدارات، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف ما يقرب من 104,000 من التلاميذ في المرحلة الابتدائية. هي الحملة بتستهدف 104,008 تلميذ أو طالب في المرحلة الابتدائية في عدد 149 مدرسة، وإحنا مشكلين لهم 35 فرقة علشان تغطي العدد ده في 149 مدرسة خلال المدة من 19 مارس اللي هو النهاردة لحد يوم 28 مارس إن شاء الله. قال وكيل وزارة الصحة بسوهاج هاني جماعة إن الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية والتي انطلقت فعالياتها اليوم تستهدف 650,000 من تلاميذ المدارس الابتدائية بالمحافظة. وأشار في تصريح لإكسترا نيوز إلى أن الحملة تستهدف المرور على أكثر من 1000 مدرسة ومعهد أزهري داخل المحافظة خلال مدة الحملة. احنا عندنا مستهدفين في محافظة سوهاج تقريبا 650,000 طفل، بيتم تجريعهم عن طريق مادة الميبندازول. المادة آمنة، المادة مستساغة، طعمها كويس. الأطفال اللي ما بيقدروش يبلعهم المادة القرص قابل للمضغ ومستساغ وما فيش منه أي أضرار جانبية.
حققت جامعة القاهرة تقدما كبيرا في التصنيف الإنجليزي لأفضل الجامعات في العالم على مستوى التخصصات الأكاديمية لـ 2019 لأول مرة، حيث سبقت الجامعة أعدادا كبيرة من الجامعات العالمية الكبرى سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا وحتى على مستوى جامعات الشرق الأوسط وإفريقيا. من جانبه قال رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت إن تقدم الجامعة على جامعات عالمية مرموقة خاصة في تصنيف التخصصات العلمية جاء نتيجة لاستراتيجية عمل واضحة وجهد كبير من منظومة العمل وعلى رأسها أعضاء هيئات التدريس. أكد رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت أن تقدم الجامعة على جامعات عالمية يعد شهادة للنجاح، مشيرا في اتصال سابق لإكسترا نيوز أن مصر حققت تقدما كبيرا بنسبة 100%. هذا التقدم الكبير اللي حققته جامعة القاهرة حيث يعني تقدمت بنسبة ما يفوق 100% عن عام 17، لأن احنا دخلنا في تخصصات في 6 تخصصات جديدة سنة 18 ودخلنا في 5 جداد سنة 19. احنا كنا بنقول ان هم 10 لكن احنا اكتشفنا ان التقرير المعروض عليا كان ناقص فيها تخصص من التخصصات، فاحنا تقدمنا اكثر من 100% في تصنيف التخصصات في كيو اس البريطاني. والجميل بقى ان احنا تقدمنا في العلوم الانسانيه والاجتماعيه. انت عارف يا استاذه نانسي قبل كده كان دايما المنافسات الدوليه في نطاق العلوم الطبيعيه والطبيه والزراعه والهندسه والصيدله، يعني العلوم الانسانيه والاجتماعيه مش داخله في التصنيفات العالميه. لكن احنا الحمد لله قدرنا نخش السنه اللي فاتت في اللغات وفي القانون، والسنه دي قدرنا نخش في اللغات الحديثه. فالعلوم الانسانيه والاجتماعيه بتتقدم بشكل سريع جدا، لان احنا اشتغلنا على الاليات وعلى الحوافز التي تؤدي الى ظهور الانتاج العلمي بتاعنا في مؤشرات البحث العالميه. واللي انا سعيد بيه جدا ان جامعه القاهره تقدمت على جامعات شهيره جدا. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار فوز مصر وللمرة الثانية على التوالي بمقعد نائب الرئيس ممثلا للمجموعة العربية لليونسكو في لجنة الخبراء الحكوميين الدولية المعنية بدراسة المشروع الأولي للاتفاقية العالمية حول الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي المنعقدة حاليا بمقر اليونسكو بباريس. نوه عبد الغفار بأن الاتفاقية تهدف إلى وضع الأطر العامة للاتساق الدولي في إجراءات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي، لافتا إلى أن هذا يزيد من الحراك الأكاديمي إقليميا ودوليا. أكد رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة الفريق مهاب ميش أن محور قناة السويس يعد المستقبل المنتظر في التجارة العالمية، وخلال ورشة عمل المؤتمر الإقليمي حول الاستثمار في البنية التحتية والتي تم تنظيمها بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أشار ميش إلى أن المنطقة الاقتصادية للقناة ستصبح خلال الفترة القليلة القادمة من أهم مصادر الدخل القومي لمصر. من جانبه قال المدير الإقليمي للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤهلة لأن تكون محورا لوجستيا كبيرا. قالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم إن مشروع المنطقة اللوجستية بطنطا سيكون نقطة انطلاق أساسية لمحافظة الغربية، كما أنه يعد نقلة نوعية للخدمات داخل المحافظة. جاء ذلك خلال استقبالها للمدير التنفيذي للمشروع رجل الأعمال شريف يونس، وذلك لدعوته لحضور مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار في نسختها 5 خلال هذا العام. وأكدت الوزيرة دعمها للمشروع والتواصل مع كافة الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه وهذا المشروع خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية، موضحة أن الوزارة تحرص من تنظيم مؤتمر مصر تستطيع القادم على الاستفادة من خبرات وقصص نجاحات أبنائها في الخارج.
شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد سعيد العصار مراسم توقيع عقد بين الهيئة وشركة بوابة مصر الرقمية للعالم بشأن تسويق منتجات الإنتاج الحربي إلكترونيا. يهدف هذا العقد إلى تسويق وبيع المنتجات المدنية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي على المستوى المحلي والعالمي، وإلى زيادة الفرص التسويقية والتصديرية لهذه المنتجات، وذلك باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات العالمية في مجال التسويق والتجارة الإلكترونية. النهاردة وقعنا عقد مع شركة إي جي جيت لتسويق منتجات الإنتاج الحربي. إن شاء الله إحنا عندنا أمل كبير جدا في أن هذا العقد هيكون فتحة خير للإنتاج الحربي ليصل إلى الأسواق العالمية والعربية والإفريقية من خلال المواقع ومن خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة. ده بيتماشى مع اتجاه الدولة للرقمنة. احنا في الانتاج الحربي اعضاء في اللجنة بتاعت الرقمنة وبنرأس لجنة تعميق التصنيع الرقمي. عندنا مركز نظم على اعلى مستوى هو اللي هيتولى التنسيق مع شركة اي جي جيت. قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا ان استراتيجية الوزارة التي يتم تنفيذها حاليا تشتمل على تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة الشبكة القومية للغازات الطبيعية، وذلك لاستيعاب كميات الغاز الإضافية التي تم وضعها على الإنتاج مؤخرا. جاء ذلك خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية للغازات الطبيعية غاسكو لاعتماد نتائج أعمالها خلال 2018. أشار الملا أيضا إلى أن مشروعات تطوير وتدعيم قدرة الشبكة القومية لنقل وتوزيع الغاز الطبيعي التي يتم تنفيذها تعد أحد المحاور الهامة التي ستلعب دورا كبيرا في تحقيق مشروع مصر القومي لتحويلها إلى مركز إقليمي لتداول ولتجارة الغاز والبترول. في 19 من مارس ل1989 تم رفع العلم المصري على أرض طابة التي ظلت في براثن الاحتلال الإسرائيلي ل22 سنة. المزيد في سياق العرض التالي. We'll be right back.
أكد وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أن الشعب الجزائري هو من سيقرر مصيره وفقا للدستور. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري رمطان العممرة، أشار لافروف بالتعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات، مشيرا إلى أن المشاورات مع الجانب الجزائري كانت مثمرة ومفيدة. وبشكل عام أعتقد أن المحادثات كانت مفيدة ومثمرة للغاية، وستساعدنا على دفع اتصالاتنا ومشاوراتنا وعلاقاتنا إلى الأمام، خاصة فيما يخص بالتنسيق على منصة السياسات الخارجية باعتبارنا وزاري الخارجية. هذه الوثيقة الأساسية المتمثلة في إعلان الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الروسي التي أبرمت سنة 2001 تواصل عطائها من خلال مشاورات وتنسيق وفرص لدبلوماسية البلدين في الجلوس والنظرة المستقبلية الواسعة لهموم البلدين ولقدرتهما في المساهمة في حل بعض المعضلات الدولية بناء على مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والقانون الدولي المعاصر. قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد ركن عبد مجلي إن الميليشيات الحوثية دأبت على التخريب والتدمير وعلى تنفيذ الأجندة الإيرانية في البحر الأحمر عن طريق استخدامها للألغام البحرية والقوارب المفخخة. وأضاف أيضا أن الجيش لن يسمح للميليشيات بأن تهدد أمن اليمن والمنطقة وأمن العالم، وسيتم الرد على أي عملية إرهابية تقوم بها الميليشيات الحوثية ضد المناطق الآهلة بالسكان أو ممر الملاحة الدولية. وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي لم تستجب للاتفاقيات الدولية، مبينا أن إطلاقها الرصاص على فريق المراقبة السابق دلالة على أنها قضت على كل المبادرات والاتفاقيات وأنها لن تستجيب لها مستقبلا. وجهت وحدات من الجيش السوري ضربات مركزة على مواقع الإرهابيين وعلى محاور تحركهم باتجاه النقاط العسكرية والقرى الآمنة بريف حما الشمالي، الأمر الذي أسفر عن مقتل عدد من الإرهابيين وعن إصابة آخرين وتدمير أسلحة ومواقع لهم. جاء ذلك ردا على اختراقات الإرهابيين لاتفاق منطقة خفض التصعيد. أفاد مصدر بالشرطة العراقية بارتفاع عدد ضحايا الهجوم المسلح الذي وقع أثناء عملية تفتيش في قضاء الطارمية شمال بغداد إلى 8 قتلى وإلى إصابة العشرات من الجيش. أضاف المصدر أيضا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما تم نقل الجرحى إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج. نشرت السلطات البلجيكية تعزيزات أمنية بمحيط مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل بعد تلقي بلاغ عن وجود قنبلة. وأشارت مصادر إلى إغلاق الحي الأوروبي في العاصمة البلجيكية بعد تلقي بلاغ عن وجود متفجرات، وأنه تم نشر رجال الأمن والإطفاء في حي مقر مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أنه تم إجلاء ما يقرب من 40 شخصا احترازيا من مبنى قريب من مقر الاتحاد. من جانبها قالت الشرطة البلجيكية إنها تتعامل مع البلاغ بشكل هام، وذلك عقب تلقيها تحذيرا أمنيا بوجود قنبلة أرسل إلى شركة على صلة بالاتحاد الأوروبي.
أكد الوزير الألماني المختص بشؤون الاتحاد الأوروبي مايكل روث أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس مناورة، متوقعا في ذات الوقت أن تقدم بريطانيا لمقترحات واضحة ومحددة للخروج. وأشار المسؤول الألماني إلى أنه من أهم الأولويات أن يتم منع خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي دون أي اتفاق. كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن تراجع الاستثمارات التركية في السندات الأمريكية جراء الأزمة الحادة التي تعاني منها أنقرة في توفير السيولة بالنقد الأجنبي. وأظهر تقرير للوزارة أن استثمارات تركيا في السندات والأذونات الأمريكية تراجعت بنسبة 93.6%، وتعاني تركيا من أزمة مالية ونقدية حادة دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة للليرة التركية وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية. ختام هذه الجولة الإخبارية، وهذه هي أبرز العناوين. الرئيس السيسي يستمع إلى أفكار الشباب العربي والإفريقي حول تعزيز التكامل. المدبولي يعرب عن التطلع لتوسيع التعاون في مجالات الحكومة الإلكترونية مع روسيا. تعزيزات أمنية بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل بعد بلاغ عن وجود قنبلة. للمزيد من الأخبار تستطيعون أن تتابعوا الموقع الإخباري extranews.tv. شكرا جزيلا لكم.